طالما انه فيروس او الاصابه بفيروس الورم الحليمي البشري سخيف بالطريقه دي، لابد ان احنا نعرف كيفيه الوقايه منه. اولا يمكن ان يساعد استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح عند ممارسه الجنس على تقليل خطر الاصابه بفيروس الورم الحليمي البشري، ومع ذلك فانه ليس فعال بنسبه 100% في الحمايه من انتشار فيروس الورم الحليمي البشري، ويجب على الشخص المصاب بالسعاليل التناسليه الا يمارس الجنس حتى تتم ازاله السعاليل للتقليل من خطر انتشار الفيروس. وفيما يلي بعض الطرق الاخرى لتقليل خطر اصابه بفيروس الورم الحليمي البشري. اول حاجه يجب ان تخضع النساء لفحوصات عنق الرحم بانتظام للبحث عن التغيرات غير الطبيعيه في عنق الرحم التي قد تكون في مرحله ما قبل السرطان. يجب على الرجال والنساء التوقف عن الاتصال الجنسي لمجرد ان يعلموا او يعتقد انهم مصابين بالسعاليل التناسليه، ويجب عليهم طلب العلاج على الفور. يجب الحصول على احد لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري الثلاثه المتاحه، حيث يحمي لقاح جارداسيل وجارداسيل 9 من تطور السرطان عنق الرحم والسعاليل التناسليه، واقتمت الموافقه عليهما للفتيات والنساء من سن 9 ل 26 عام، وكذلك للفتيات والرجال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 9 و 26 عاما للحمايه من السعاليل التناسليه. اما اللقاح الثالث بيسمى سيرفاريكس، فهو معتمد للنساء فقط للحمايه من سرطان عنق الرحم، ولا يحمي من العديد من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب السعاليل. ومن الافضل اخذ اللقاح قبل بدء النشاط الجنسي. يتكون اللقاح من سلسله من 3 جرعات، وتاتي الجرعه الثانيه بعد شهرين من الاولى، والثالثه بعد 6 شهور من الاولى. اذا كان الشخص المصاب بالفعل بفيروس الورم الحليمي البشري فلن يعالج اللقاح المرض، يعني اللقاح ده للوقايه لكن مش هيعالج المرض، ولكن لا يزال بامكان المساعده في الحمايه من الانواع الاخرى من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري. مع السلامه.